مس الخير عليكم ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد اللي عرضوا عليها الكلام. وهذا الأسبوع رانا في غرب البلاد، وهران الباهية اللي معروفة بتاريخها وطبيعتها وثقافتها وأطباقها اللذيذة، ناسها الطيبين والكرماء والقلب المليح. مرحبا بكم في ولاية وهران. شكون من وهيبة، نرجس، زهرة، صالحة؟ شكون فيهم راح يكون الفائز هذا الأسبوع وعند من راح تكون عرضة وعليها الكلام؟ واليوم أنا معروضين عند الزهرة. السلام عليكم سيدة رفاس الزهرة، متزوجة، أم لولدين من ولاية وهران، ربة بيت. علاقتي بيني وبين الطبخ من اللي كنت صغيرة نهوى الطبخ، نبغي بزاف الطبخ، وهذا الشيء ورثته من الوالد تاعي. الوالد تاعي هو اللي زرع فيا هذا حب الطبخ، الله يرحمه. المهنة تاع الوالد تاعي كان شيف كويزيني، وهو اللي علمنا ورثنا منه هذا الشيء. وقعدت توجور ملي كنت صغيرة لاج دو 10 دخلت للمطبخ وحبيت المطبخ، وليت نبغي المطبخ حتى اليومين هذا. كل شيء نحبه في الكوزينة، كل شيء نحب في الكوزينة. ما نحبش الشيء اللي ما نحبهش في الكوزينة هي من يدخل واحد معايا للمطبخ ويشاركني، هذه اللي ما نحبهاش. نبغي وحدي نكون وحدي حتى اللي نكمل الشيء اللي درته. وفي الحقيقة نقولها لكم ديشا، أنا ما جيتش باش ننافس، جيت باسكو نهوى هذا الطبخ، هذا الشيء اللي جابني هنايا، هوايتي للطبخ هي اللي جابتني باش نشارك في هذه الحصة. وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم إن شاء الله يا ربي. السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم في كوزينتي. اليوم عندي ضيوف إن شاء الله غادي نستقبلهم. عندي كوم اون بون اون سالاد، ها هي لا اون سالاد، اون سالاد فاريه. لونتري مع الزهرة راح تكون اون سالاد. ما كاش حريرة اليوم، لاباس. وكاين تاني لي بتي بان بالحوت، واقي الشوسون هادو. المهم واش فيها هاد لا سالاد؟ سالاد فيرت درت افيك دي زو اون دي طوماط ان بو دو كروفيت بور ان بتي رابيل تاع الحوت. درت دي كروفيت لي سالي سي دي شوسون تاني او بواسون. رانا اليوم نمشيو غير ان شاء الله غير للحوت او بواسون. درت بون الحوت شديته طيبته، درت اون فارس و بالفرماج بالثوم المعدنوس و من الفوق. بون سيت اون بات فايتي، هادي بروميرمون سيت اون بات فايتي. وندخل الحوت داخل، ندير لافارس تاع الحوت، نغلق عليها وندير هذا لو جوندو. انا سكت ما هضرت والو خاطرش ما كاش كيفاش هاد لي شوسون يعجبوهم. هادي غير لونطري الزهرة، وان شاء الله تعجبهم، نكونوا ان شاء الله في المستوى. هذا هو لونطري تاعي، ان شاء الله غادي نشوفوا داك لو بلا برينسيبال. لونطري مع الزهرة خفيفة وبنة، والحوت من كل جهة. عايز نروحوا نكتشفوا كيف لو بلا برينسيبال. لو بلا برينسيبال فوالا، ها هو ان شاء الله اليوم غادي نقعدوا غير في الحوت ان شاء الله اليوم. وقدمت لهم ان شاء الله وجدت لهم بايلا با 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 بايلا نبسق مجا. الله يبارك، شتحب كريفه تقدمهاش؟ الله الله، واش من ليمون. لو بلا برينسيبال بايلا، والله غير بايلا عالميه. دجاج درت من بعد، مرقت، قعدت نمرق، ومن بعد قليت الحوت ثاني وحده، ومن بعد درت ان ديكور باسكو الحوت نقلوه وحده. لاصوص قلت لك دو صوص، وحده بالكالامار فيها الجلبان، الفلفله، طوماطيس، والثوم باسكو يفو يليق الثوم، الثوم هو اللي يزين لا بايلا. ولا صوص الزوجه درت لها بالدجاج، البصل، الثوم، طوماطيس، ولي زيبيس، ملح، حرور. هذه هي، رانا في وهران بلاد تاع البحر، عليها باه خيرت الحوت باسكو الوهرنا، جميع الوهرنا هنا يحبوا الحوت بزاف. ما كاش عائله وهرانيه اللي دارها توجور معمره بالحوت، توجور نشرو الحوت. ومع هاد الايامات الحوت راه شويه هابط. هذيك هي ديت الفرصه باش نقدم ان بلا كيما هكا تاع حوت. هذا هو لو بلا تاعنا، ان شاء الله دروك غادي نروحوا نشوفوا لو ديسير. لو بلا برينسيبال معنا ما نحكو فيه، بون لي من تحت سبعه شرير من الاخر، عيا نكتشفوا الديسير. هذا هو لو ديسير تاعنا، سيتين كريم باناكوطا. هذه
هذه لكريم باناكوتا. في المنيو تاع اليوم الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش الحوت هي الباناكوتا اللي وجدتها لنا اليوم نوتخ تخوازيام كونديدات زهرة. ديسير هاي تاع مسيح. هذيك هي قلت ندير حاجة اللي توالم الموسم ودرت اون كريم. اون كريم هذه سي اون كريم باللاكريم فريش الحليب البيض والسكر. نعم السكر. وهنا درت تاني طحنت لي فريز طيبتهم طحنتهم بالسكر ودرت لا جيلاتين لي في دو جيلاتين باش هكا لا كوش تندار شويه ثقيله ها كيما راكم تشوفوا. خليتها في الفريجيدير قعدت 24 اور توتي نوي اللي قت باش تجمد. درك هذا هو لو ديسير تاعنا ان شاء الله غادي نروح نوجد روحي باش نستقبل الضيوف تاعي. اليوم الزهرة كلش حوت واش من لي شوسون او بواسون بلا ما نساو الباليا بايلا بايلا. المنيو تاع اليوم 100% حوت. اسمح لي عرضه واعره بالبزاف اليوم. ديجا ضيفنا راه هنا وراه متشوقين باش يكتشفوا اللغز. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. كيفك؟ صافا لاباس صافا لاباس الحمد لله. السلام عليكم. كيفك لاباس؟ الحمد لله. بارك الله فيك. شكرا. صحيح. بارك الله. صحيح. صالحة واش رايك في الاستقبال؟ الحمد لله كان استقبال مليح في المستوى. شوفي شنو وجدتينا اليوم. بسم الله. المحبة عندها ناسها والناس المحبة كبار. أطباق منوعة والبنة ساسها. بزيارتكم نورت الدار. وهاي ليك نرجس مع اللغز. باين غير حوت بحر روشي سمك الأوركا. نرجس ما عندها ما تقول في الاستقبال. ايا نروحوا للمفيد العرضة تاع اليوم بحر. ايا بصحتكم. الله يبارك كان ان بون اكي. قابلتنا بيان ما شاء الله. تفضلوا مرحبا بكم. يسلمك. يسلمك. الصحة. كما قلنا لونتخي اليوم ما كان ني حريراني بولاك. سلطة خفيفة بالكروفات و لي شونسون بواسون. شونسون شونسون. الله يسلمك. الله يعطيك الخير. يسلمك. سي توت الله. تفضلي. ميرسي. اجي تفضلك. تا لي زاسيات تاتيهم على حسب لوتان. تا لي زاسيات. تيم بواسون 100% دونك غيان ادير. يعطيك الصحة. يسلمك. تفضلي. ميرسي. عارفين احنا نهارنا عندنا الحوت ساكري. ساكري. لا ماشي كل يوم انتوا اللي كان في رمضان العائله كان يوميا يوميا لا وهرانيه هذه هي دونك سي ساكري الحوت عندنا. نبداو بنرجس اللي قالت لك لا سالاد. السالاد لا سالاد كانت اوردينير نورمال دونك لي سالي سون كانوا بيان ميم لونتري ا لونسيان. الروسيان وي سالاد طوماط بصل زعما كلاسيك تاع وي لو كلاسيك تاع لا سالاد هذه هي ما شاء الله. يسلمك. فينيغريت شابه الله يبارك. ما يسلمك. فينيغريت هذه لا سيزوني. انت على فينيغريت؟ وي باسكو لو بلا يسلمك لو بلا اللي درته يجي شويه ثقيل الوغ اللي اخترافقه حاجه سلاطه خفيفه. نيشان. يعطيك الصحه. ما يسلمك. وسيلة كومون بونسيفو دو لا رونتري. ريح ما تكور يرحم باباك لونتري لونتري. كانت حطت اونتري كانت على لاوتور غيان ادير ما شاء الله. حطت لنا مقبله سلاطه زوقتها بلي كروفات زاد درت ميم دي سالي درتهم بالحوت يعطيها الصحه كل شيء كان في المستوى. راه خبز عالدار ما شاء الله اون بليس دي سالي سي سي كوا كوم سالي. دوك نحضروا على السالي. يعطيك الصحه. ايزي فضلك. شكرا. وين هذا لو سالي سي سي دو لا بات فايتي. لا بات فايتي تاني كلاسيك تاع بكري تمام. ودرت لها شكرا عفوا درت اون بوتيت فارس بواسون سي او بواسون داكور توجور سي لا موس او بواسون بال الله الله سمعتي في بواسون دور قعدت في بواسون دور اليوم درت ياك ما درتي لنا ان جو بواسون. لا هذا سا اكسيس با ماذا بيا ماذا بيا. ايوا لا فارس هذه سي او بواسون بال 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 فرماج
التوم ان بواسون بلون سي دي بواسون بلون سي دي بواسون بلون التوم ال ما شاء الله غير ناضيه بصحتكم وهبه واش رايك في السلطه وفي لي شوسون الواعرين سلطه شباب شابه صالي تاني بنين بزاف لا يطيح حتى ان شاء الله ان شاء الله غادي تجيب لنا وسع وسع وقتها البايله يا مات البايله في الفروند ماريا تفضلوا يعطيك الصحة يعطيك الصحة بايبيك يتشهي صحتكم فيزيوالمون ديجا راهي تشهي غير ناضية صحتكم غير تحدت البايلا فوق الطابلة ضيافنا بدات الابتسامة وشغل ولاو حيويين شغل فطنوا وشوية هكذا نعرفوا واش رايهم في البايلا الوعرة الله يبارك جات شاب اش بيتك؟ شاب كي دايره غير ميلونج غير دي دي بواسون غير الحوت غير الحوت ماك جا لا الحم لا لا الدجاج ابار الدجاج معاها لي بيلون درت لي بيلون لا بايلا اصلا يجي فيها البولي يجي فيها البولي سي تان ميلونج كما عارفين لا بايلا سي تان ميلونج واش راكي دايره انواع تاع الحوت اللي فيها اللي درتهم بون راني دايره الكروفيت كروفيت رويال ما شاء الله لانغوستين لي شات مير اي الكالامار نايبر نايبر اي بور لي زيبيس واش كيدايره الفا ملح حرور زعفران سكنجبير وكاين ثاني واحد السكري مانيش عارفه الا نجم نقوله ولا لا السكري بروفيسيونيل هذا ماشي شي سكري بروفيسيونيل سا ريسبكتي سا ريسبكتي اون تو لي كا معليش المهم حنا جاتنا بنينه شابه يعطيك الصحه بغيت نخرج شويه على العاده هذيك هي حضرت لكم بلا هذا في الحقيقه بلا اسباني ماشي اسباني اندلسي الاندلس هما اللي جنب الاندلس من صالحه واش رايك في البايلا بغيت نادير ميم لا بايلا كانت شابه كانت في الذوق في الحوت تاعها طايب مليح الحمد لله جابوه معاهم البايلا سي كوا سي بقايا سي بقايا سي لي ريست تاع لو مونجي دونك تاع لو مونجي كان هو قال واحد لو بلا بكري تاع القلالين كيما يقولوا سي ريست لي يبقى على لو روا كانوا يدوه للناس الفقراء اي ويلايموه ويديروا ان بلا وخرج فينا بلا جابلاص ريش فوالا تري ريش مودرن وي بيان سور دونك تاع القلالين مي دونك سي با لا سي با سي تاع بلا تري ريش اون كونترير دروك وي سي سا وي باسكو لي تري جينيرو تري جينيرو وي نرجس هي تقول الروز ناقص طياب لا بايلا كانت بنينه الروز كان خاصه شويه طياب مي دون لونسومبل جات مليحه مالوغوزمون الحوت حنا عندنا اون الجيري سي شير سي شير الحوت اليوم زعما قلت راه شويه كلي شويه هاد الايامات شويه ماشي حاجه كبيره مي شويه هوت في السومه هذيك هي قلت ندير لكم يعطيك الصحه الله يبارك الصحه الله يبارك كيش طيبتيه كيفاش درتي البايلا بون درت دو صوص كاين لاصوص تاع لي تاع الدجاج وحدها ولاصوص تاع الكالامار وحدها اسم الدجاج ما طيبهاش مع لا 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 الدجاج ما طيبهاش مع طيبها وحدها صح والكالامار ثاني طيبها وحدها بالطوماطيس الفلفله الفلفله نقليها وحدها ندير الجلبان وتاع الدجاج ثاني بالطوماطيس والبصل والثوم وهبه ما عندها ما تقول في البايلا هاني نقول لك بنا بايلا تاني كانت غايه معمره غايه شابه طيبه غايه الروز شباب تريساج ما شاء الله بايلا كانت تشهي شوفها تشهي قال المتنافسات عجبتهم لا بايلا ميزا باغ نرجس اللي قالت لك الروز ناقص طياب وقيل راح تمد لها سبعه هادي واحد ما على باله نروحوا نكتشفوا الديسير ومن بعد تبان تفضلوا يعطيك الصحه زيد تفضلوا لو ديسير باناكوتا حاجه خفيفه بعد البايلا هكا على بال بصحتكم سي دو باناكوتا باناكوتا تاع لا فريز يعطيك الصحه كريم باناكوتا بال نرجس قالت لك الديسير الرز ماشي طايب الفيره ولا حلوه ديسير بون انا توجور عندي بروبليم على لي سكري دونك لو كولي هذاك جاني شويه سكري ما سا ريس كي لي بون راه الموسم تاع لي فريز الموسم تاع لي فريز هذيك هي قلت ندير حاجه اللي تتوالم رفقتيها اون بلوس تحليه فوقتها تحليه تاع الحوت قال لك مليحه بارده مع الحبايب شابه تفضلوا
صالحة ثاني لو ديسير دونك كان ثاني في المستوى الحمد لله تابع الاطباق اللي قدمتهم كاع نعطيها الصحه كيفاش درتيها الله يخليك بون خدمت لا كريم هذه البيضه كما راكي تشوفي درت الحليب ومع لا كريم فريش ليكيد والسكر لا فاني ومن بعد درت لا كريم هذه تاع بلي فريز ثاني طيب كولي دو فريز هذا وي كولي دو فوالا بالسكر ولا الجيلاتين باش تشد وي باش تشد الجيلاتين وهيبه واش رايك في الديسير ديسير شباب ثاني كمان مليح وصوليك الله يعطيك الصحه الزهره اختي والله يبارك فيك الله يسلمك ونتمنى هذه القعده ان شاء الله تكون عندي انا ونكون زهرة يعطيك الصحة المنيو تاع اليوم بالهمة والشان والله غير قاعدة شابة والمنيو معنا ما نحكي سيرتو بايلا الوعرة نقولها ونعاودها لي من تحت 8 شرير انا اللي قلتها لكم من دوك وقتها لنات لا بروميير نوت صالحة عرضوا عليها كلام تاع بصح كانت عند الاخت الزهرة اعطيها انف هاي الهضرة 9 نقاط من عند صالحة لا دوزيام نوت نرجس اون جينيرال كانت بيان ما شاء الله كانت حاجه مليحه على هذا نعطيها 7.5/10 اه 7 نقاط مرحبا بشريره الاسبوع اي اونفان وهيبه العرضه ما شاء الله رحبت بينا تبارك الله نعطيها 8/10 8 نقاط من عند وهيبه نرجس خرجت لنا بخرجه وحما كان يستناها حبك لوفيت قد خويا الصغير تعطي لها 7 وغدوه ان شاء الله العرضه راح تكون عند صالحه صالحه لا كلاس يعطيكم الصحه اللي تبعتونا نتلاقاو غدوه ان شاء الله تبقوا على خير